مساء الخير وصباح الخير يا شباب. انا قررت انزل الفيديو ده عندي فيس او يوتيوب لاجل اي حد متابعني. من ترك شيئا لله عوضه شيئا خيرا منه. ففي العموم انا جاي اقول لك ان انا بطلت مزيكا. هل الحوار هين بالنسبه لي ان انا اقول لك بطلت مزيكا كده على طول؟ لا، الحوار مش هين. الحوار في دماغي بقاله فتره كبيره، بس انا شخص حياتي كلها دخلي علاقاتي دنيتي مبنية على المزيكا. انا كل حاجة بتدور في حياتي بسبب المزيكا. انا من بقى 13 سنة في المجال، بدون غرور ولا مجاملة في حق نفسي، انا شغلي نفسي اتخانة واحد في مجالكم، فاهمني؟ بس انا بحمد ربنا ان انا ما اتشهرتش او ما طلعتش او ما ظهرتش للناس بشكل ما، لان ساعتها كان هيبقى الموضوع اصعب. فانا جاي اقول لك ان الحوار معايا مش هين. الحوار معايا انا ذات نفسي مش هين. بص، كل حاجة ليها ضريبة، كل حاجة ليها تمن. المزيكا على قد ما هي حلوة فانت تسحبك لحاجات كتير، تسحبك لعلاقات مش كويسة، تسحبك لشرب حاجات مش كويسة، بتسحبك لعلاقات مش كويسة، فاهمني؟ هتقول لي انا في المزيكا ما مرتش بكل ده، اقول لك يا عم يا رب ما تمر بيه، فاهمني؟ بس انا بقول لك اللي بيدور معاك عامة في المزيكا بعد كده، بعد كام سنة، وبص لأي حد قديم هتلاقي الدنيا مشيت معاك كده. فحتة ان انا اجي اقول لك دلوقتي مثلا انا هبطل الموضوع ده، انا فعلا انا ببطل الموضوع ده وانا معيش جنيه، مفيش شغل تاني قدامي حاليا، حاجة أنا بفهم فيها للدرجة الكبيرة دي اللي أنا أشتغل فيها برضك زي كده. لأ، أنا لسه هتعلم حاجة جديدة، أنت متخيل؟ أنت متخيل؟ لسه هتعلم حاجة جديدة أو شغل بقى في محلات بقى، فاهم؟ أنا جاي أوصل لك في الفيديو ده إن أنت لو بتحب المزيكا أو بتعملها أو بتسمعها حاول تتجنبها، مش هقول لك بطلها، مش فاهم؟ لان فعلا خطوة ان انت تبطل المزيكا خطوة صعبة، خطوة صعبة قوي قوي قوي، صعبة صعبة صعبة. هتيجي برضك تقول لي هي فيها شكوك، مش صريح يعني حرمانيتها. هقول لك انا تعبت يعني، هتدور يعني انا تعبت ليه بقى؟ المزيكا بتحط عليا ضغط نفسي، ما ربنا ما يوريهولك. فلوس المزيكا وقلة بركتها كل مرة بتقنعني أكتر إن ما ينفعش تبقى دخل ثابت بقيت حياتي. فأنا حاسس، أنا من ساعة لما خدت الخطوة لوحدها حاسس إن أنا مرتاح. يعني من ساعة لما خدت الخطوة خلاص أنا هبطل، ودخلت مسحت كل حاجة. أنا على الصريح ما مسحتش كل حاجة، أنا كل حاجة خليتها برايفت لأجل إن أنا بعد كده هاجي ابص، بص هقول هو انا كنت بعمل ده، طب انا فين دلوقتي؟ بس مش معنى كده ان انا مثلا ممكن ارجع تاني بروباجندا والكلام ده. فانا زي ما قلت لك انا حرفيا دلوقتي مفيش، بس هقولها لك وانا مغمض، انا واثق ان ربنا هيعوض. طالما انا سبت حاجه لاجل ان انا عايز ارضيه فهيعوضني. اشوف وشكم على خير يا شباب، ويا رب ما كنت طولت عليكم. وبس يعني الكلام ده للي اصغر مني للي اكبر مني، لو بيتقبل نصيحة. عايز تكمل في المزيكا هتخسر حاجات كتير قوي من دنيتك، من دينك، من علاقاتك بناس كويسة، هتتأذي كتير من ورا المزيكا، هتتأذي كتير، هتتأذي كتير، هتتأذي كتير، هتتأذي كتير قوي من ورا المزيكا. حاول تتجنبها على قد ما تقدر، يعني حاول ان انت ما تفضلش تعملها. يلا، السلام عليكم يا شباب.